الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كما أرسله نذيرا فقد أرسله بشيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه حلقة جديدة من حوارنا مع الأستاذ الكبير محمود الغراب حول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين بن عربي. كنا في الحلقات الماضية شرعنا في الكلام حول علاقته بمولانا محي الدين بن عربي وكيف دخل إلى عالمه، وحول مؤلفاته التي قدمها إلى المكتبة الإسلامية حول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. نرحب في هذه الحلقة بأستاذنا وضيفنا الكريم ونستكمل معه الحوار حول الشيخ الأكبر وحول ما قدمه لنا من كتب. نستأذن فضلكم أنه توضح لنا أهم الأدوات التي يمكن من خلالها أن نفهم كلام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، أهم الأدوات العلمية أو الأدوات المنهجية ونصائح فضلتكم من خلال رحلتكم الطويلة مع محي الدين بن عربي، نصائحكم إلى قارئ محي الدين بن عربي كيف يفهموا فهما صحيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محي الدين العربي رضي الله عنه يعتبر بشهادة خصومه وأعدائه أنه أحد الخمسة علماء الضاد في العالم الإسلامي، يعني أحد خمسة من علماء اللغة العربية. لا أذكر منهم الجاحظ وأبو حيان التوحيدي، فالذي يقرأ للشيخ محي الدين يجب أن يكون متنبه لاستخدام اللفظ في موضعه، لأن كما حضرتك تعلم أن اللغة العربية وهي من أوسع اللغات وأعلاها، الكلمة الواحدة تحت نعم لها عدة معاني، نعم معاني وأكثر من ذلك. حضرتك تقصد بعلماء العربية أمراء البيان، أمراء الذين امتلكوا ناصية البيان باللغة العربية. والذي أقول عن محي الدين بن العربي أنا الله جعل البيان طوع بنانه، أنا بقول أن محي الدين العربي جعل الله البيان طوع بنانه، فهو في البلاغة والبيان له قطع يعني نثرية وشعرية يعني يقدرها أهل اللغة، يعني أنا لست أهل تقدير لها. اللغة العربية كما هو معلوم لدى فضيلتكم أن الكلمة الواحدة تتحمل عدة معاني وأكثر من ذلك في اللغة العربية. أظن أن اللغة العربية هي اللغة، لا أعلم على حد علمي، هي اللغة الوحيدة في العالم التي فيها الكلمة من كلمات الأضداد تحمل نفس المعنى وضده، ولا أظن هذا في اللغات الأخرى. فالذي يقرأ للشيخ محي الدين لازم يكون متنبه لموطن اللفظ اللي بيستخدم فيه الشيخ محي الدين اللفظ. هذا مبدأ أساسي. يعني أول أداة لقارئ محي الدين العربي أن يكون على معرفة جيدة باللغة العربية. المبدأ الثاني وهو أن يكون ملما إلماما واسعا بعلم الشريعة، يكون من المتمكنين في علم الشريعة الإسلامية من قرآن وحديث وإجماع وأحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون إلمام حتى لا يسرع إلى الاعتراض كما يفعل البعض في هذا الزمان
هذا ما قاله الرسول، ما قالته الصحابة، ما قالته كأمة، هذا لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، فيوحي بأنه قد أحاط علما بالشريعة وهو لا يعلم عشر ما جاء في الشريعة. فالذي يقرأ للشيخ محي الدين لابد أن يكون على علم تام بالشريعة ومداخلها ومراميها، حتى لا يسرع إليه الإنكار بشيء. ثالثا، الشيخ لا يتكلم إلا فيما هو مؤيد عنده بالكتاب والسنة. حتى العلوم الكبيرة التي يأتي بها ملتزم بكلام الجنيد، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. ويقول صراحة أن كل كلام لا يوافق الكتاب والسنة فهو مرفوض بالإجماع. أما المشكلة أن الإنسان يعترض ظنا من نفسه أو من ينقل عنه من بعض العلماء أنه ملم بالشريعة وهو قاصر في علم الشريعة. فالشيخ على درجة عالية من العلم بالشريعة وبالكتاب والسنة والأحاديث، إضافة إلى أنه ممن يدعي أنه يأخذ عن الله، فمن أراد أن يصدقه فليصدقه، ومن أراد أن لا يصدقه فلا يصدقه. وهل هذا ممكن أو غير ممكن؟ الشرع يعضده. فأشياء من الأشياء التي ذكرها عن التعليم الإلهي، إما عن طريق التعمل بالتقوى والعمل بالشريعة، فأورثه الله علم ما لم يعلم وعلمه بنتيجة التقوى وهو علم كسبي عند الشيخ، أو يكون ممن أخذ العلم عن الله من العلم اللدني الذي لا يرتبط بسبب من الأسباب وهو الاختصاص، يختص برحمته من يشاء. فعلوم الشيخ هو يقول أنه كتبها عن تلق إلهي، فهو يدعي هذا المقام. وهل هو موجود في الأمة أم لا؟ نعم، بنص القرآن والحديث، واتقوا الله ويعلمكم الله. لم يذكر في الحديث يعلمه عن طريق ملك أو من مباشرة من الحق إلى العبد، ومن عمل بما علم أو درته الله وعلمناه من لدنا علما. فطرق العلم عند الشيخ كثيرة، فيدعي أنه حصلها. فهل هذا ممكن وموجود في الشريعة أم لا؟ فهو موجود في الشريعة. فعندما يتكلم عن علم النظرة، علم الضربة، علم الأنفاس، علم الروائح، قد يتبادر إلى ذهن القاصر أن هذا كلام ادعاء لا أساس له، وهو كله مؤيد بالكتاب والسنة. يعقوب عليه السلام، يعقوب بنص القرآن يقول إني لأجد ريح يوسف، عن ريح، والريح عن الشم، فتعلم علما عن طريق الشم، عن طريق الشم، ده نص قرآني. والعير لم تكن قد وصلت، إني لأجد ريح يوسف، ريح القميص جاي، شيء جاي عن يوسف، هذا نص قرآني. النظر، علم الضربة، الحديث الصحيح، فضربني ضربة في ظهري فوجدت برد أنامله في صدري فعلمت علم الأولين والآخرين. هذا إيه؟ عن الضربة تحوي علما. سريان الحال،
حديث الصحيح في البخاري، صحيح صديع البخاري، حديث أبي هريرة. أبي هريرة أولا، حديثان عن أبي هريرة أنه يأخذ من الهواء ويعبي له في ثوبه، ثم يضم. أنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى الحديث. ينسى، فما عدا نسى شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مد ثوبك. حديث البخاري. الحديث الثاني، أخذت عن رسول الله وعاءين، وعاء بسسته ووعاء لو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. فهذا الحديث إذن في علوم أسرار، الذي ينكر علوم الأسرار في القرآن وفي الحديث فهو قاصر الفهم، ضيق الأفق. فالقرآن مملوء بعلوم الأسرار كمبادئ الصور التي جاءت في القرآن إفرادا ومثنى وخمس، ومقسمة إلى آيات، بعضها بعض مبائد الصور آيتان في القرآن. فهل هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها معنى؟ فكون الرسول محدين العربي يقول أن أبا هريرة أخذ العلم الذي لم يؤمر ببثه ولو قطع منه البعوم، أخذه عن رسول الله. فإذا ادعى ابن عربي أو غير ابن عربي من أهل الكمال الذي لم يقدح في سلوك الشرع قادح أن الله علمه من علوم الأسرار ما علمه، كيف ينكر هذا وله أصل في صحيح البخاري وغيره؟ فعلوم الشيخ أتى بعلوم عن طريق طرق التعليم التي تحصل لخواص عباد الله عن طريق التقوى أو عن طريق العلم اللدني. هذا قواعد عامة. أما القاعدة الرئيسية فهو المتفق عليه عقلا وشرعا، وهو شرط المؤلف في أي فن من فنون العلوم، في أي فن من في فن اللغة العربية، في الفقه، في الكيمياء، في الطب، شرط المؤلف فيما يؤلفه من كتب أنه يكتب هذا الكتاب لمن يكتبه. فالرجل لأهل الفن يعني. نعم، لأهل الفن، لمن يكتب. نعم، لمن يتوجه بخطابه. إذا كان يشترط شروط خاصة فلابد من تحققها فيهم. هذا عقلا وشرعا. فإذا تعدى إنسان شرط المؤلف في أي علم من الأعلام، من العلوم، وثم ادعى أن هذا كلام فارغ، إذا ما كان من أهله لا يقبل منه وهو مردود عليه. فالرجل يتكلم في بعض كتبه وفي الأم الكبرى وهي الفتوحات أنه كتب كتابه لأهل طريقتنا. أهل طريقتنا، من هم أهل طريقته؟ قسمهم إلى أربعة: عوام، وخواص، وخاصة الخاصة، وخلاصة خاصة الخاصة. هذا في طريق أهل طريقتنا، التي يعتبر أن الإمام الغزالي والإمام الحارث المحاسبي من عامة أهل هذا الطريق، لا هم من الخواص ولا خاصة الخاصة ولا خلاصة خاصة الخاصة. هذا شرط الرجل في كتابته في الفتوحات، أو يكون لشخص يقرأ هذا في الصفحة الأولى من الفتوحات، أو لشخص عنده التسليم المطلق كما كان الصحابي يسلم لرسول الله. فمن وجد في نفسه أحد هذه الشروط فليقرأ، وإذا لم يتوفر فيه وقرأ